لو أنزلنا هذا القرآن
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام اليوم يا
حي الله، الله يبارك فيك. الله الله. الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
إلى ربك يومئذ المستقر يبارك فيك يا حاج.
الله يديك الصحة يا شباب. الله يبارك فيك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا وَلَقَدْ
وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم.